بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم، تقبل الله الصيام وصالح الأعمال، وأنتم كل عام وأنتم بألف خير. يسرنا باسم قناة الشروق الفضائية أن نقدم لكم هذا المساء ندوتنا الثانية، والتي درجت إدارة القناة على إقامتها بشكل راتب. ندوتنا هذا المساء تحمل عنوان استشراف المستقبل، وهي ندوة كما أشرنا نمضي في سبيل أن تمثل عصفا ذهنيا، ونزعد في إطار التواصل مع القوى السياسية المختلفة بالاستماع للآراء والأفكار، كذلك من النخب السياسية والإعلامية والأكاديمية، حول جملة من القضايا والأحداث التي تشكل مسار اهتمام كبير للرأي العام داخل وخارج السودان. ومن الموضوعات التي نفتحها للنقاش في هذه الندوة الثانية، والتي تمثل مسار الموضوعات المتعلقة باستشراف المستقبل في بلادنا على الأفق المختلفة، هي مسار إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في أعقاب التوصل للوثيقة الوطنية، وقد دخلت حكومة الوفاق الوطني عامها الثاني تقريبا. هذا الموضوع سنفتح فيه مسار النقاش مع ضيوفنا الكرام في هذه الندوة، التي يشرفون فيها بالحضور عدد من النخب السياسية الذين يمثلون قوى سياسية مختلفة، وكذلك يمثلون صحفيين وخبراء مختصين في مجالات مختلفة وإعلاميين كذلك. المشروع الموضوع الثاني الذي نتحدث عنه في هذه الندوة، وهو مشروع كتابة الدستور الدائم للسودان، وهو موضوع كذلك يدور حوله نقاش كبير ومستفيض وتواصل بين سائر القوى السياسية المختلفة في بلادنا. المحور الثالث هو الواقع الاقتصادي السوداني، ولا نود أن نقول هنا الواقع المأزوم، باعتبار أن الجميع يقف على التفاصيل المختلفة فيما يتعلق بهذا الواقع الاقتصادي في جوانبه المختلفة، وهنالك العديد من الحلول التي تطرح من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال. نزعج جدا لأن نقدم رؤية فيها عصف ذهني من الخبراء المشاركين معنا في هذه الندوة. إذن الإخوة المشاهدين الأعزاء والحضور الكرام في هذه الندوة، نزعج جدا أن يكون معنا في هذه الندوة استشراف المستقبل السيد رئيس القطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني، وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد محمد ممتاز، كما سيكون معنا كذلك الأستاذ تاج الدين نيام أمين الإعلام لحزب التحرير والعدالة، كما سيكون معنا كذلك في هذه الندوة الأستاذ عصمت علي إبراهيم رئيس دائرة التنظيم والعضوية بحزب مؤتمر البيجا، وهو كذلك عضو المجلس الوطني عن هذا الحزب. كما نزعج جدا أن تكون معنا الدكتورة نهى عصب الرسول عميد كلية علوم الاتصال بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومعنا كذلك الأستاذ محمد المعتصم حاكم من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. هناك عدد من الضيوف إن شاء الله سيصلوا إلينا تباعا للمشاركة في هذه الندوة استشراف المستقبل حول هذه الموضوعات المختلفة التي قمنا بطرحها في هذا الموضوع. إذن نحن سنبتدر النقاش مباشرة فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والمرحلة التي وصل إليها هذا الموضوع، خاصة في أن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بعد التوصل للوثيقة شكل محور التحول في بلادنا في الأطر المختلفة. إذن أرحب بضيوفي من جديد، أبدأ مباشرة مع الأستاذ تاج الدين نيام أمين الإعلام بحزب التحرير والعدالة. أستاذ تاج الدين، أنت كنت عضوا مشاركا في موضوعات الحوار المختلفة، كذلك عضا في الآلية التنفيذية العليا، كيف تقيم مسار إنفاذ مخرجات الحوار حتى الآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. إن حقيقة في العشر الأخير من رمضان، نسأل الله سبحانه تقبل منا الصيام والقيام، وكل سنة وانتم طيبين. أنا حقيقة عايز أبدأ بأن الدول عادة تعتريها كثير من الإشكالات، قضايا داخلية قضايا خارجية، فتتصدى لها بوسائل مختلفة. السودان ليس في معزل عن العالم، واجهتنا قضايا أزمات داخلية وأزمات خارجية، حاولت الأحزاب السياسية المختلفة والحركات المسلحة كلهم والمعارضة من موقفها حاولت تصدر هذه القضايا، لكن توصلنا إلى رؤية أو إلى خلاصة أن التصدي الفردي والحزبي
أو الحركة أو المعارضة لا يفيد. لذلك أنت ابتدر حزب المؤتمر الوطني مبادرة الحوار الوطني كما تعلمون، وصف كل الشعب السوداني حوله لمعالجة أزمات الداخلية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو الدستور أو قضايا ثقافية أو غيرها من القضايا، قضايا الحروب والنزاعات أو قضايا الخارجية، العقوبات والتصدي له جماعي. فتصدي الجماعي للقضايا السودان هو عنوان الحوار الوطني، بمعنى أنه ما في حزب في السودان كان كبير كان صغير يستطيع أن يعالج هذه القضايا، ولا تستطيع المعارضة ولا الحركات المسلحة بمعزل. فأنا أعتقد نقطة مهمة جدا اللي هو يعني تنادي القوى السياسية والقوى المجتمعية، يعني في كان في معظم الأحوال القضايا السياسية تتصدق على الأحزاب السياسية. في هذه في الحوار تصدي سياسي مجتمعي، يعني مشاركة كل المجتمع السياسي وغير السياسي في تصدي قضايا السودان. فبالتالي توصلنا إلى مخرجات طيبة شكلت الأساس المتين اللي بينطلق منها في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية وقضايا الدستور وغيره ومستقبل السودان، كله اتفقنا أنه نعالجه عبر الحوار الوطني. بالتالي ودي خطوة غير مسبوقة، يعني إذا استم يعني التوافق على مخرجات الحوار الوطني في 10 أكتوبر بالتوافق جماعي غير اللجوء إلى التصويت أو إلى أي وسائل أخرى. بعد ذلك ألقى رئيس الجمهورية وجميع القوى السياسية اتفقنا أنه يتم تنفيذ هذه المخرجات بطريقة تلبي وتعالج. ولقى رئيس قال يا أخواننا يعني إحنا مستعدين نعالج هذه القضايا حتى إذا يعني في تنفيذه لا يتفق ولا يتسق مع حزب المطور الوطني اللي بينتمي له. فبالتالي إحنا وضعنا كل سلتنا وكل بيضنا كله في سلة واحدة، واتفقنا وبنينا في على قلب رجل واحد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذه خطوة. التنفيذ كان له 3 وسائل. المرحلة الأولى تشكيل حكومة وفاق الوطني بكل المشاركين في الحوار ده هيكون جزء من التنفيذ حتى نضمن سلامة تنفيذ مخرج الحوار الوطني، وقد تم ذلك في حكومة التوافق الوطني اللي تم حقيقة التصدي له. الخطوة الثانية تكليف اللجنة التنسيق العليا، بتحول من لجنة التنسيق العليا إلى لجنة التنسيق العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وتم تكون جهاز تشريعي المجلس الوطني من مكوناته مختلفة، يعني من ناحية تنفيذية حكومة توافق وطني، تشريعية مجلس وطني في مسؤول فيه كل القوى السياسية المشاركة في الحوار. بعد ذاك المواطنين الآخرين والقوى السياسية والمجتمعية تساعد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. دي خطوة مهمة جدا. الخطوة الثالثة إنفاذ المخرجات الحوار الوطني بسياسات وبتنفيذ، لأنه إحنا حقيقة تم توزيع مخرجات الحوار إلى 4، إما سياسات أو إجراءات أو قوانين أو دستوري، مواد دستورية 4. فكان يمكن أن نضع هذه المخرجات بهذه الصورة، فتم تنفيذ له. الآن نسبة التنفيذ مختلف حوله، يعني كثير من الناس بيفتكروا أنه في زول بيقول والله الإنفاذ وصل 30%، كم بيقول 40%، لكن الدكتور بروفيسور هاشم في آخر قال هو وصل أكثر من 45%. 45%. السؤال 45%، هل تم تنفيذ 45% ده بما يتوافق مع روح الحوار الوطني أم لا؟ أنا أفتكر هذا السؤال يحتاج إلى 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 إجابة. رأيكم أنتم شنو في حزب التحرير؟ أنا في حزب التحرير ولا يتفاوت. بنفتكر أنه جزء من التنفيذ تم بما يعني لا يتساوى مع الوفاق. مثلاً القضية الاقتصادية، قضية الانتخابات، قضايا تكوين المجالس. كان يمكن أن يتم بطريقة أوسع، يعني مثلا الآن قضية الانتخابات قضية أساسية وقضية محورية، لأن الحوار ده في النهاية يهدف إلى تحول ديمقراطي سلس في السودان. طيب، هل في ظروف رافقت إنفاذ مخرجات الحوار الوطني كانت ظروف موضوعية حالة مثلا دون الإنفاذ بالشكل المطلوب؟ أنا أفتكر ظروف منطقية جدا معقولة، يعني التوافق السياسي تم غير مسبوق. الدعم لا، أنا أتحدث عن الإنفاذ، مرحلة الإنفاذ. الإنفاذ ظروف محددة حالت للمشرع السياسي في إنفاذ هذه المخرجات دون القدرة على الإنفاذ بشكل المطلوب؟ أنا ما أعتقد هنالك ما يحول دون ذلك. أنا أفتكر في توافق سياسي قوي جدا مسنود ومدعوم حتى هذه اللحظة. يعني ما شاعر في قوة يعتقد حتى هذه اللحظة أن هنالك خيار أفضل من خيار الحوار الوطني. نعم، على الأقل يعني ما سمعنا قوة صوت نشاذ خرج على إنفاذ المخرجات سواء كان هو مشارك. لا، ممكن يكون في صوت نشاذ حول تنفيذ المخرجات، لكن لا نشكك في الحوار ولا الوسيلة، لكن ربما يكون في صوت نشاذ في طريقة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، أو كان يمكن في سرعة كان ممكن تنفذ بصورة أوسع أو أسرع مما تم تنفيذ عليه وبطريقة أفضل مما تم تنفيذ عليه. لكن الآن يعني رأيتنا عندنا قضيتين مهمة جدا، تصدي القضية الاقتصادية
وقضية طيب الانتخابات هو ده محور في الندوة إن شاء الله سنعود إليه إن شاء الله. قانون الانتخابات قضية الأساسية الآن الناس بتفكر أنه المطور الوطني شال قضية الانتخابات وده جهاز التشريع حولوا إلى مجلس الوطني. طيب كان يمكن يحصل توافق سياسي قبل قضية الانتخابات مرتبطة بالمحور الثاني وهو كتابة الدستور. نعم. وكذلك القضية الاقتصادية هي محور في إطار هذه الندوة سنعود إليك إن شاء الله. أشكرك جدا أستاذ تاج الدين. أتحول الأستاذ محمد المعتصم حاكم من عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. طبعا أستاذ تاج الدين أعطانا فكرة عن البداية منذ بداية الدعوة للإصلاح الشامل فيما يتعلق بهذه الدعوة للحوار الوطني وكذلك إصلاح مؤسسات الحزب إصلاح مؤسسات الدولة وإصلاح الواقع السياسي المختلف. التوافق كيف تنظر وأنت تقيم هذه المرحلة؟ كيف تنظر إلى مرحلة الإنفاذ بالنظر إلى أن الإجماع على وثيقة الحوار الوطني وعلى قضايا وموضوعات الحوار المختلفة باعتبارها تجربة بشرية حصل حولها توافق كبير، وإن كان كثير جدا من المراقبين كانوا لا ينتظرون إجماعا شاملا حول هذه القضية باعتبار أنها هذا لا يتحقق في أي عمل سياسي الإجماع الكامل من الكافة. نعم تفضل. طيب شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وأنا سعيد أكون في قناة الشروق مع كوكب من السياسيين. أنا دار أقول إنه الحوار الوطني خطوة أتت مفاجئة وغير مسبوقة، ويمكن منذ أن نال السودان استقلاله نحن أتتنا فرص كثيرة للحوار ما بيننا، لكننا لم نستثمر تلك الفرص. يعني بعد الاستغلال طوالي كان يجب أن يتحاور السودانيون في كيفية حكم السودان، ما حصل. بعد ثورة أكتوبر حكومة سري الخاتم الخليفة برضو كان يفترض أنه يكون في حوار وطني جاد من كل القوى السياسية ولم يحدث. فرصة كانت الأخيرة كانت بعد الانتفاضة، يعني كان دي فرصة ذهبية أنه كل القوى السياسية تجلس وتتناقش وتشكل حكومة انتقالية مهما كان مداها إلى أن تعالج كل الأزمات والأشياء، إلى أن أتى الرئيس البشير وطرح فكرة الحوار الوطني. وتعني بالنسبة لنا نحن في الاتحاد الديمقراطي أنه هذا الرجل أكد أنه مشاكل السودان ليست مشاكل المؤتمر الوطني، يعني مشكلة دارفور هي مشكلة السودان في دارفور وليست هي مشكلة خاصة بالمؤتمر الوطني، هي مشكلة كل السودانيين. وبالتالي طرح الحوار الوطني كفكرة وجدت القبول من كافة القوى السياسية. نعم. يمكن من إيجابيات، أنا حتكلم عن إيجابيات وسلبيات. نعم. الإيجابيات بتاعت الحوار الوطني الأوراق طلعت من قاعة الصداقة وأجمعوا عليها الإخوة المشاركين في الحوار الوطني، لأول مرة سودانيين يقعدوا في راون تيبل ويناقشوا قضايا مستقبل الديمقراطية في السودان. المسألة يمكن تكاد تكون سلبية ونحن بصدد معالجتها، اللي هي عزوف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة عن المشاركة في الحوار الوطني. ولكن يمكن في الآونة الأخيرة الإخوة في قطاع الشمال مالك عقار ياسر عرمان والآخرين هم أبدوا رغبة في الحوار مع الحكومة، وأنا أفتكر الاستجابة ما كانت متأخرة لأنه كل الناس قلبها على الوطن، كل الناس بتحاول تعالج الأزمات، كل الناس بتزعى لحوار مع حاملية السلاح إذا كان في دارفور أو النيل الأزرق أو جبال النوبة. وأفتكر ده هو المفتاح الحقيقي لبداية التوافق السياسي بين كافة القوى السياسية. نعم هنالك قوى سياسية شاركت في الحوار الوطني كثيرة، يمكن يعني 100 حزب كم حركة مسلحة، بعضها قاطع وبعضها عاد وبعضها عزف عن المشاركة مرة واحدة وبعضها يعني راجع موقفه وعاد مرة أخرى حتى. نعم. بعد التوقيع على الوثيقة. نعم. لكن أنا بقول إنه هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس البشير وجدت قبول، نحن في الاتحاد الديمقراطي وجدت قبول من مولانا السيد محمد السلطان المرغني وجه بمشاركتنا في حكومة الوفاق الوطني، وشاركنا أنا عضو مجلس وطني مشارك بحكم الاتفاق اللي خرجت به القوى السياسية وبحكم الحوار الوطني كمنفذ وكمخرج لمعالجة أزمات السودان. زي ما ذكرت لك إنه أزمات السودان ليست أزمات، هي تراكمات بتاعت أزمات.
يعني حتى مشكلة دارفور ومشكلة جبال النوبة والنيل الأزرق هي تراكمات قديمة لمشكلات قديمة ولإهمال منذ أن نال السودان استغلاله للأطراف. يعني لم نهتم بالأطراف بالقدر اللي يجعل هؤلاء المواطنين العايشين في الأطراف يهاجروا. يعني الآن الهجرة مكثفة نحو المدن، الهجرة نحو الخرطوم، تركوا الأطراف وجلوا الخرطوم لأنه يعيشوا أزمات لم تعالج. حتى البنيات التحتية الأساسية منذ الاستغلال لم توضع بالشكل اللي يساعد كثير جدا. طيب في معالجة موقفكم في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل من تقييمكم لمسار الإنفاذ حتى الآن؟ طبعا الآن الحكومة التجربة مرت عليها عام وأكثر من عام الآن، وإن كان التقييم لقضايا الحوار المختلفة البعض يختزله فقط في الحكومة وبرامج الحكومة، بينما قضايا الحوار التي طرحت لم تكن فقط هي متعلقة بالقطاع التنفيذي، بينما هنالك الحوار المجتمعي وهنالك فصول عديدة، يعني هنالك تحدثت عنها الوثيقة الوطنية. تقييمكم أنتم إلى أي مدى أنتم راضون في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل عن سير الإنفاذ؟ والله نحن في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بنرى أنه حكومة الوفاق الوطني حققت الكثير من الإنجازات وحققت الكثير من التوافق والتلاقي والتفاكر والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار في الفترة السابقة، لكن لا أستطيع أن أقول أنه 100%. هذه الدعوة للحوار الوطني هي دعوة جديدة، ويمكن في أمريكا الآن بيفتكروا أنه هذه الدعوة جديدة يجب أن يتم تسويقها في كل الدول اللي فيها صراعات داخلية أو صراعات مسلحة، لأنه ما في دولة أفريقية طرحت الحوار الوطني كمنهج وكأسلوب لمعالجة أزمات الداخلية. نعم، أشكرك جدا أستاذ محمد المحتصم حاكم. كده نترك السياسيين والأحزاب شوية، نتوجه للأكاديميين يعني معنا، ونعود مرة أخرى إن شاء الله للسياسيين. توجه للدكتورة نوح صبر رسول، عميد كلية علوم الاتصال بجامعة السودان. استمعت دكتورة إلى ما تفضل به ضيوفنا الكرام أستاذ تجد الدين نيام وكذلك الأستاذ محمد المحتصم حاكم. يهمنا جدا أن نستمع إلى الرأي الأكاديمي والإعلامي كمان، أنت عميد كلية علوم الاتصال. السودان لم يشرك، دكتورة نهى حتى عملك مدخل قصير جدا، لم يشرك فقط القوى السياسية، لم يهتم بشرائح المجتمع السوداني فقط، بينما أن السودان أطلع تجربته في الحوار الوطني للمنظومات الإقليمية المختلفة منها الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، حتى السفراء الموجودين في الخرطوم لعدد من السفارات الأجنبية هنا. آلية النظراء، نحن كنا في شهر مارس في أثيوبيا، شاركنا في قمة الاتحاد الأفريقي كإعلاميين، يعني آلية النظراء استمعت إلى التقرير الذي يقدم حول تجربة السودان في الحكم الرشيد في الحوار الوطني وما إلى ذلك. الرئيس الآلية هو الرئيس رواندا بول كاغامي أشاد بتجربة الحوار الوطني بعد أن اطلع على هذه التجربة، ورئيس البشير رد على النظراء فيما يقابل بأطروحات مختلفة. أنتم كإعلاميين كيف تراقبون هذه القضية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين. وأنا سعيدة بأن نكون مع قناة الشروق، يعني هذه القناة مشهود لها بكثير من التوضيح وكثير من التقويم لقضايا السودان. أنا حأتكلم من جانبين، الجانب الأول هو زي ما قلت الجانب الأكاديمي، والجانب الثاني هو الجانب الإعلامي. والجانب الأكاديمي، نحن لما ندرس الحوار، يعني كلمة حوار بناخد معاها مسلمات أساسية اللي هي مسلمات الحوار، شروط الحوار، المبادئ اللي تبنى عليها الحوار. لأنه أصلا يعني السودان من ضمن الدول اللي تميز بتعدد عرقي، تعدد ثقافي، فيه كثير من يعني ما بنقول عليها مشاكل، لكن قضايا هي مهمة إنه نحن نلجأ للحوار، وخاصة إنه الحوار جامعة السودان هي من الجامعات اللي ساهمت في الحوار، وكان مديرة اللي هو البروفيسور هاشم علي سالم هو صاحب الفكرة. والآن الفكرة يمكن أخذت زي ما قال الأساتذة من قبلي، أخذت لأول مرة تأخذ منحة مهم ومنحة أساسي. الأكاديميين بينظروا للحوار إن هو مهم في معناه وفي مجمله،
لكن احنا ما سلطنا الاعلام بصوره رئيسيه، والدليل على كده انه يعني الحوار الان موجود وسط السياسيين، يعني النخبه السياسيه واضح انه يعني من كلامهم انه هم يعني مشوا كثير، لكن احنا كنا نطلب سواء كان من قناة الشروق أو من القنوات الأخرى أو من حتى مجلس الإعلام اللي هو داخل وزارة الإعلام أو داخل المجلس الوطني لجنة الإعلام، اللي هي تسليط الضوء على الحوار بالمنطقة الأكاديمية، لأنه نحن بمعنى أنه نحن ندرس طلبتنا الحوار، نفهم طلبتنا الحوار، نفهم التلاميذ الحوار، نمشي في شأن الحوار بالمنح الوطني، لأنه المفهوم الوطني الآن يعني ما موجود في المناهج. يعني إحنا لو عايزين نحافظ على الحوار ما بعد الحوار في شنو؟ يعني ده سؤال بيطرح نفسه. نحن قبل بدأنا الحوار بشروط بمسلمات، أخذنا كل القوى السياسية، هي حاضرة هي موجودة موافقة في اتفاق عام، لكن ما بعد الحوار هل نحن هنحافظ على الحوار ده بشكله ده، ولا الحوار مفروض يطرق المجال الأكاديمي في الجامعات في المدارس، لأنه نحن يعني أغلب الناس الموجودين الآن نحن ما دارين نقول في عامل السن، لكن مهم إنه بالنسبة لنا الشباب بالنسبة لنا الطلاب حتى يصبح ثقافة مجتمع. نعم ومنهج ثقافة وتوعية مجتمعية بمحاضرات بندوات ندخل البيوت نشوف الأسر رأي المجتمع عشان تكون في صورة ذهنية سليمة عن الحوار، ما يكون الحوار ده هو موجود في ظل النخبة السياسية. نعم السياسية. ما في ظل سياسي حتى إنه يدرس في المناهج وتكون بالنسبة لنا، لأنه زي ما قلت في الأول نحن بنمتاز بتعدد عرقي ثقافي عالي، عندنا تباين في السكان، عندنا تباين في الأفكار، نحافظ على ثقافتنا. والحوار نفسه التوافق. نعم هو توافق. واحدة من الإشكاليات اللي عانينا منها مثلا كالصراع القبلي وغيره والاختلافات المختلفة في أطراف السودان المختلفة هي غياب ثقافة الحوار، واحدة من الأسباب الأساسية. كما أشارت إلى ذلك. نحن مستعدين لنشر هذه الثقافة كأكاديميين. وكأكاديميين ومستعدين أيضا إذا كان في أي نوع من التمليك للمعلومات بالطريقة الأكاديمية، تمليك لدورات تدريبية حول الحوار، وجوده من خلال الوزارات المهتمة بهذا المجال. نعم. نحن عندنا أكاديميين كثيرين جدا بيفهموا في المجال، ونتمنى أنه يمشي بهذه الصورة السليمة إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جدا دكتورة نهى حسب الرسول. ونحن في يعني لو تحدثت عن قناة الشروق فقط في قضايا الحوار وموضوعاته التي دار حولها الحوار لفترة طويلة جدا في قاعة الصداقة، يمكن رصدنا، وهذا لا نقوله تفاخرا إنه كان واجب إعلامي قمنا به، رصدنا في رصدنا أكثر من 350 ساعة تلفزيونية قدمتها قناة الشروق منذ انطلاق دعوة الحوار الوطني وبداية الحوار. ونحن هنا نؤمن على كلام الدكتورة نهى في هذا الإطار. طيب أنا أتوجه مباشرة إلى الأستاذ عصمت علي إبراهيم رئيس دائرة التنظيم العضوية لحزب مؤتمر البيجا وكذلك عضو المجلس الوطني عن هذا الحزب. سيد عصمت، أنتم مستفيدين كذلك من الحوار، بدأتم الحوار قبل الحوار الوطني خاصة في ما يتعلق بتجربة سلام شرق السودان، كيف تقيمون مسار الإنفاذ حتى الآن فيما يتعلق بمخرجات الحوار سواء كان على المستوى الاتحادي أو على المستوى الولائي؟ نعم، تحية لك ولكل الحضور الكريم، وكل سنة والجميع بخير. أنا صراحة أول في البداية أحيي قناة الشروق لأن هي دائما سباقة للهم العام ودائما تحاول تطرح القضايا للجماهير. أنا داري أتحدث في البداية قبل ما أمشي في الإجابة على السؤال إنه الحوار الوطني يعني بالنسبة لنا كان يعني مسألة كانت مطلوبة من الاستغلال، ما حصلت لظروف يعني الناس كلها تعرفها، لكن جاءت متأخرة برضو كانت مفيدة. يمكن أنا من الملاحظات اللي بشوفها إنه يمكن حتى قبل شوية الدكتورة تفضلت في مسألة إنه الناس شاركوا في الحوار يمكن كانوا من الأطراف، وقد دي تكون أول مرة تحصل. المسألة الثانية كان في وجود للعنصر النسائي بشكل واضح،
وكان في وجود للشباب. فبالتالي أنا أشوف إنه يعني مخرجات الحوار الوطني وتوصياته هي أكثر من 900 توصية في المحاور الستة المعروفة. وأهم محور أنا كان في اعتقادي إنه المحور بتاع الهوية، لأنه أنا أعتقد إنه نحن وفي حزب المؤتمر البيا نشوف إنه مشكلة السودان ما هي مشكلة سياسية فقط أو مشكلة اقتصادية بقدر ما هي مشكلة ثقافية. فنحن إذا كانت الثقافات تتعايش، وحسمنا المسألة الموضوع بتاع الهوية السودانوية الآن، فحتى لو دايرين نحول يعني نغوي اللحمة الوطنية، عاوزين نوحد الوجدان الوطني، عاوزين يعني نساعد ونساهم في رتق النسيج الاجتماعي وتغويته، دي كلها بتجي من خلال المسألة الثقافية. فأنا أعتقد إنه المخرجات بتاعت الحوار هي مخرجات رسمت خارطة الطريق بالنسبة للسودان، لمستقبل السودان، شاركوا فيها كل الناس. يمكن في بعض الاستكمال للحوار مطلوب طبعا الأخوة كان الحركات المسلحة والقوى السياسية في الداخل أو الخارج ما كانت هي جزء من الوثيقة الوطنية أو من المخرجات، هو مطلوب من إنه كل الناس يعملوا بنفس الروح على أساس إنه هم يلحقوهم بالمسألة بتاعت الحوار، رغم إنه المسألة دي مفتوحة، لكن مطلوب من الناس كلهم يشتغلوا في الاتجاه ده. نعم. بالنسبة لسؤالك، المسألة بتاعت إذا الناس عرفت قيمة السلام هي تحافظ على مخرجات الحوار. يمكن نحن في مؤتمر البيجا بتوقيع الاتفاقية السلام الشريك ما نقول نحن مصر راضين كل الرضا عن التنفيذ، لكن كنا من البداية المنهجية اللي اتخذناها هي منهجية برضو اعتمدت الحوار. نعم. وبالتالي يعني عرفنا القيمة العليا للمسألة بتاعت السلام، لأنه لو في سلام كل الحياة المخرجات دي هتتنفذ أكيد. نعم. في المسألة بتاعت التنفيذ بتاع إنفاذ المخرجات، إنفاذ المخرجات صراحة نحن ما مرتاحين يعني بالشكل الكامل، باعتبار إنه يمكن كانت فعلا في البداية بنفس الروح اللي خشيت بها الناس، الناس كانت فعلا متحمسة وفي وفاق كويس، وبدت يعني هي نتائج معروفة بالنسبة للناس. كان في حكومة الوفاق الوطني غير من القوانين والرسوم وبعض المراسيم وكده، لكن نشوف يعني في لازالت فانت اصلا لو داير تنفذ الحوار لازم يكون فيه يمشي مع الاصلاح الدولة، واصلاح الدولة موجود يمشي معه برضو الاصلاح السياسي. الاصلاح السياسي طوالي تمشي معه المسألة بتاعت الحريات. فنشوف مسألة لسه في بعض القوانين المغيدة للحريات برضو محتاجة من الناس يشتغلوا فيها، لكن بشكل عام الناس يعني مجتهدة في انها هي تنفذ المخرجات، وخاصة الآن نحن ودي يكون يعني زي ما أنت أسلفت إنه مر عام من المسألة بتاعت بداية تنفيذ المخرجات، ولعل هذه الحكومة هي معنية بالإنفاذ بخطوات يعني، وأنتوا بتغيموا الآن في العام، ما تنسوا إنكم بتغيموا في تجربة كبيرة جدا وهي لا تزال في عامها الأول. نعم نعم نعم. هو زي ما دايما نفس اللي أنت ما تقول، هو دي مسؤولية الحكومة، هي أساسا المانديت بتاع الحكومة هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عشان كده المسمى بتاع الحكومة ذاته جاء حكومة الوفاق الوطني. فبالتالي هي مسؤولة من تنفيذ المخرجات كلها. يمكن في المحاور الجاية يعني الناس هيتطرقوا لقضايا كثيرة. نعم. من خلال المسألة بتاعت الحوار، لكن نحتاج يعني في المسألة بتاعت الحوار مزيد من انه الناس يشتغلوا، زي انا ما قلت قبلك يعني كثير من الأحزاب، ونحن يمكن في حزب المؤتمر البيا في الفترة الأخيرة برضو نشوف انه التنفيذ ما ماشي بالطريقة المطلوبة يعني. طيب أشكرك. إذا لدينا وقفة قصيرة جدا سنتوقف من خلالها، ثم نواصل في هذه الندوة التي نزعد فيها جدا بضيوفنا، ندوة استشراف المستقبل التي تقدمها قناة الشروق بشكل راتب. سنعود إليكم مشاهدي الأعزاء وضيوفنا الكرام في هذه الندوة بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء في هذه الندوة
استشراف المستقبل التي تقدمها لكم قناة الشروق مع عدد من القوى السياسية وكذلك الأكاديميين والإعلاميين بمناسبة عيد الفطر المبارك. نقدم لكم هذه الندوة وهي الندوة الثانية التي درجت عليها قناة الشروق. من جديد أتوجه إلى ضيوف الكرام في هذه الندوة، أتوجه إلى رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني وكذلك وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد محمد ممتاز. أستاذ حامد أهلا بك، أنتم أصحاب الدعوة للإصلاح الشامل، أصحاب الدعوة في الحوار الوطني، ولعل نحن نقيم الآن العام الأول من تجربة حكومة الوفاق الوطني في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. البعض يحمل الحكومة إنفاذ المخرجات، الحكومة وليس الدولة، ولعل هذه واحدة من المهام الصعبة على الحكومة أن كذلك تبصر الرأي العام بأن مسائل الحوار الوطني ليست فقط هي تنفيذية متعلقة بالجهاز التنفيذي، وإنما مرتبطة بالموضوعات التي كانت محور الحوار في الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، أحيي المشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. سبقني الإخوة بالحديث المفصل حول الحوار، ولا يختلف اثنان حول أهمية الحوار الوطني، وقد لا نسترسل كثيرا في هذا الأمر، ولكن إجمالا نقول أنه إلهام الحوار كفكرة ثم بعد تحول إلى مشروع وطني لجمع شمل السودانيين حول هذه الفكرة ليتجاوزوا بها النزاعات المسلحة والحرب التي دامت سنوات طويلة وأثار على الاقتصاد والحياة السياسية، ومن ثم إيقاف الصراع السياسي على السلطة من أجل التوافق على كيفية حكم السودان وإرساد عايم وسائل رئيسية أساسية لتداول السلم للسلطة التي أصبحت هي محط هذا الصراع السياسي. وأبرز ما في ذلك هو العزيمة من كل أطراف الحوار الوطني بشقيه سواء كان سياسي أو مجتمعي. قد نختلف حول نسب التنفيذ في مخرجات الحوار الوطني، ولكن لا نختلف حول أهمية تنفيذ هذه المخرجات وعزيمة حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ هذه المخرجات. هذه هي القضية الرئيسية، ولكن حتى أبين ذلك للناس أن التنفيذ هو ليست مسؤولية حزب بعينه حتى يتحمل هذه المسؤولية. هناك اتجاهان للتنفيذ ومتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الاتجاه الأول هو اعتماد مخرجات الحوار الوطني برنامج لحكومة الوفاق الوطني، ومعروف للمشاهد أن حكومة الوفاق الوطني هي تشكيل سياسي من أحزاب الحوار الوطني، بمعنى مجلس الوزراء القومي هو تشكيل سياسي من الطراز الأول يجمع كل قوى الحوار الوطني، 51% للقوى السياسية و 49% للمؤتمر الوطني. يعني ليس هنالك سباق بتاع قوى ميكانيكية داخل هذا المجلس، وإنما هو توافق. لذلك من أول يوم بعد انتهاء المؤتمر العام الذي أجاز توصيات الحوار الوطني قد بدأ بالفعل التنفيذ الفعلي لهذه المخرجات. بعد أسبوعين وضعت التعديلات الدستورية للبرلمان لتبدأ ضربة البداية لتنفيذ هذه المخرجات. أولا كان أن يعدل البرلمان لاستيعاب قوى سياسية جديدة بعد الانتخاب بتعيين، وأن تشكل حكومة الوفاق الوطني على رأسها رئيس مجلس وزراء قومي نتاج لهذه التوصيات. هذا هو أول تعديل طرأ على الدستور وبدأ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وانشأت الحكومة بهذا التوافق السياسي على المستوى المركزي والولائي بمخرجات الحوار الوطني، وقد دخلت كل القوى السياسية المحاورة والتي وقعت على الوثيقة في إجراءات تشكيل الحكومات الولائية والقومية. تحول شكل الحكم في السودان إلى شراكة سياسية بين مكونات الحوار الوطني حتى تبدأ مسؤولية سياسية دستورية لهذه الأحزاب في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. إن كان هنالك تقصير في التنفيذ فهو يشمل كل الحكومة، ولا أعتقد هذا وارد الآن. وبدايات هذا التنفيذ أن الاعتماد الكلي لهذه التوصيات كبرنامج لحكومة الوفاق الوطني. ثم من بعد بدأت تصنيف هذه التوصيات كما جاءت من الحوار إلى 4 محاور رئيسية، وتم تشكيل لجان
داخل اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كلجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي وعضوية كل أعضاء مجلس الوزراء القومي. أنا أتشرف بأن أكون رئيس للجنة الولايات، وقد صنفنا هذه التوصيات الخاصة بالولايات وهي 291 توصية، وتم تسليمها مصنفة لأربع محاور رئيسية إلى ولايات السودان المختلفة، وتابعنا التنفيذ في 14 ولاية من 18 ولاية، ولدينا جدول زمني بعد العيد مباشرة نكمل ما تبقى من ولايات السودان في متابعة التنفيذ في المحاور الرئيسية الأربعة. لجنة أخرى برئاسة وزير العدل حول تعديل القوانين والتعديلات الدستورية، ولجنة أخرى للسياسات العامة وقد تم إيداعها في البرلمان كوثيقة سياسات عامة، ولجان أخرى في قضايا متعلقة بمخرجات الحوار الوطني. هذه اللجنة العليا هي معنية بالتنفيذ وقد تقطع أشواطا طويلة وحسب قياسات هذه اللجنة قد وصلت إلى 45 أو أعلى. طيب. ثم هناك لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من 21 عضو برئاسة السيد رئيس الجمهورية، هي تتابع وتتلقى تقارير دورية من اللجنة العليا في تنفيذ هذه المخرجات. إذن هنالك رؤى وهنالك إشراف وهنالك لجنة التنفيذ وهنالك لجنة المتابعة. نعم. كل هذه قضايا تؤكد عزيمة الدولة وعزيمة القوى السياسية على تنفيذ هذه المخرجات. أنا شخصيا لا أرى هنالك ما يعيب تنفيذ المخرجات، لأن أخواننا في توصيات بتتنفذ حاليا وفي توصيات مستمرة لسنتين. طيب. وفي توصيات مستمرة حتى ما بعد. طيب أستاذ حامد اسمح لي طيب فضل. في توصيات تستمر حتى ما بعد قيام الانتخابات لأنه ده مشروع سياسي. فلذلك الآن هنالك حالة عامة أقول لك يا أخي ما مرتاحين للتنفيذ، لكن أسأل أي شخص شاء من شاء أسأل عن ما هي العيوب في التنفيذ. قد يكون لك البطء لكن لا يعرف التفاصيل الفنية الداخلية، ما هو البطء في شنو مثلا؟ لأنه هناك في التوصيات أصلا طبيعتها الآجال الزمنية ما قالت للتنفيذ، لكن ما حل آجله في التنفيذ الآن هنالك تنفيذه يجري على الساحة السياسية. نحن في النهاية في مشروع قومي وطني نعالج في أزمات سياسية استمرت أكثر من 60 عام، ما بنقول بنعالجها في سنة ونص أو في سنتين، لكن عزيمة الناس القوى السياسية كلهم فنحن ننفذ بما يجعل الوضع مثاليا في تنفيذ هذه المخرجات. نعم. طيب جميل ما سردته، هذا واضح جدا، وربما تحدث عنه كذلك أعضاؤكم في الحوار الوطني أستاذ تاج الدين وكذلك محمد المعتصم والأستاذ عصمت علي إبراهيم. لكن بالنظر النظر العام إذا ما رجعنا إلى المرحلة التي سبقت اختتام الحوار الوطني، الرؤى وكذلك الأمال كانت كبيرة جدا عند كل أهل السودان بأن مخرجات الحوار الوطني ستغير الواقع السياسي وستغير الواقع الاقتصادي لأفضل مما هو عليه الآن، خاصة أنه التجربة وجدت قبولا إقليميا ودوليا كبيرا جدا بأنها قاربت الإجماع الوطني الكامل حولها. يعني أنتوا الحزب الحاكم نسبع لكم، أنتوا أصحاب الدعوة للحوار والإصلاح، وأنتوا كذلك أصحاب القدرة على تنفيذ هذه التوصيات حتى يرى الناس ثمارها. تحفظات القوى السياسية، أنت استمعت لعصمة واستمعت كذلك للأستاذ تاج الدين نيام، تحفظات القوى المختلفة حول موضوعات الإنفاذ كيف ترونها؟ أولا الآمال لم تنقطع أصلا بأي حال بل الحوار، هذا ما يميز الشعب السوداني دائما في آمال وفي طموحات، ونحن كلنا في هذه الآمال، دي قضية رئيسية نستمر فيها عشان تدينا فسحة من الأمل أنه ننفذ مشروعاتنا كلها. نعم. والتحفظات حول التنفيذ ما ليس بالضرورة يكون المطور، ليس حزب حاكم الآن، حزب شريك في الحكومة، لأنه في أحزاب أخرى. أنا بقول لك مجلس الوزراء القومي 51% صحيح القوى السياسية و 49% المؤتمر الوطني، إذن في شراكة سياسية حقيقية في مجلس الوزراء. نعم. إذا في تقصير في تنفيذ المخرجات لا يتحمل هنا المطور الوزراء الأكبر فيها ولا وزراها، نحن كلنا مع بعض بننفذ في هذه المخرجات. التحفظات لا بد أن نكون فيها موضوعيين، إذا جينا طرحنا التوصيات قدامنا وقلنا هذه التوصيات التي تم تنفيذها وهذه التي لم يتم تنفيذها بعد وهذه الذي يجري فيها التنفيذ يستمر حتى آجال زمنية محددة، هنا يتم التحاكم إلى القضايا الموضوعية التي تطرح وفقا لنقاش موضوعي حول هذه التوصيات. لكن تظل التحفظات عام وسياسية قد ما تبدو الحقيقة حول تنفيذ هذه المخرجات. عموما نحن نقدر إشفاق الناس ورغبتهم وأماله وتطلعاته فأن تنفذ هذه التوصيات كما جاءت. إخوان هذه التوصيات 994 توصية، يعني ليس بالضرورة تنفذ كلها في سنة واحدة،
أو في سنة ونص، ولكن تنفذ حسب الأجال المضروبة إليها حتى تنفذ كلها على المستوى العام. لكن إذا قلنا مثلا في رفض لتنفيذ هذه التوصيات بنقول هذا المشروع قد نسف. إذا قلنا في مماطلة مقصودة تكون في ظروف محددة حالة دون إنفاذ بعض ظروف حالة بعض إنفاذ بعض الأخرين. هذه الأمان متعلقة بالله. نحن أول الأمال هذه والتحقق في أن إخواننا الآن في لغة جديدة هي لغة حوار وطني، وفي استقرار سياسي في الواقع بتاع السودان، صحيح تأثر بأزمات اقتصادية نعم. انعكس ذلك على الحرب في دارفور وعلى الحرب في جنوب السودان في جنوب كردفان، والآن هي في حالة وقف إطلاق نار مستمر من أجل تحقيق السلام في السودان. هناك إيجابيات كثيرة جدا لهذا المشروع ما يفيد أنه إحنا نجدد عزيمتنا في أنه نمشي لقدام في تنفيذ هذه التوصيات من أجل التوصل النهائي، لأننا وصلنا إلى ساحة تنفيذ هذه المخرجات كلها، وأدتنا الآمال رسمناها في البداية في أنه نقيم دولة حديثة بناء على هذا الاستقرار ونبدأ في مشروع سلام حقيقي وإعمار للسودان. نعم، في عقب التوصل لدستور دائم إن شاء الله وحاكم وهادي للقضايا المختلف حولها إن شاء الله. طيب أشكر جدا أستاذ حامد ممتاز رئيس قطاع الاتصال التنظيمي وكذلك وزير ديوان الحكم الاتحادي على هذه المشاركة. أتوجه إلى الدكتور محمد الناير. دكتور محمد، ما جيناك لسه على الملف الاقتصادي يعني تخصصك، ولكن بصورة عامة هذه القضايا، قضايا وموضوعات الحوار المختلفة كانت مرتبطة ببعضها البعض. الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة ولا ينفصل عن الاجتماع ولا ينفصل عن القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية وقضايا السلام وقضايا كذلك الهوية. كيف تابعت التنفيذ بهذه الرؤى المختلفة واستمعت إلى ضيوفنا الكرام؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن تحية لكل الضيوف في هذه الندوة، وتحية لكل المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. وحقيقة أنا لا أجيد التحدث في القضايا السياسية والقضايا المختلفة كما أجيد التحدث في القضايا الاقتصادية، ولكن أحاول أجتهد. ولكن لرؤية خاصة، أنا أفتكر أن إحنا محتاجين لأشياء كثيرة، منها عدم التعجل. يعني قضية قانون الانتخابات وإعداد الدستور وصياغة الدستور، أنا برأيي أنه لا بد أن نتروى ونتريس ونتشاور ونوسع دائرة الشورى بشكل كبير جدا، ونحاول، ولعل هناك مساعي الآن المؤتمر الوطني يسعى لأن يحاول أن يحاور الكثير جدا من القوى السياسية التي يمكن أن تدخل في الساحة وأن تكون لديها وجود. صحيح الآليات إجازة هذه الأشياء موجودة، سواء كان على مستوى الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي موجودة، وإجازة هذه الأشياء بتبقى مشروعة بصورة أساسية، ولكن توسيع دائرة المشورة قبل الإجازة حتى ولو من دوائر خارج إطار المنظومة في الحوار الوطني بيعطي المسألة بعد كبير جدا. أنا أفتكر نحن حق ندي هذه الأشياء وقتها المناسب، توسيع دائرة الشورى بشكل كبير جدا، حتى لا يأتي جهات أخرى يقول والله إحنا ما شاركنا أو ما كنا جزء من هذه المنظومة أو ما أخذوا رأينا أو تم إجازتها أو لن نشارك الانتخابات. أنا أفتكر حق الناس توسع القاعدة بصورة كبيرة. الشيء الثاني، قضايا التنفيذ المخرجات الحوار الوطني، صحيح كما ذكر الأخ حامد ممتاز في يعني بعض التوصيات نفذت، في بعضها يرجع، ولكن في توصيات يفترض أن يتم تنفيذها بصورة سريعة، زي إنشاء مفوضية مثلا للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. هذا الأمر لا يحتاج وقت طويل جدا، بل نستحتاجه في مرحلة أولية. الشيء اللي دار أقوله كخلاصة، وده إحنا ما دي نخش في الاقتصاد، نخش في الاقتصاد في المحور بصورة أساسية، عايزين المواطن يشعر بتغيير. صحيح التغيير بيتم حكومة وفاق وطني، استقرار سياسي نسبي بنسبة كبيرة جدا، استقرار أمني يتبع استقرار اقتصادي، والاستقرار الاقتصادي مربوط بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. لكن نحن نريد أن تكون نتائج الحوار الوطني ونتائج الحكومة الوفاق الوطني تكون ظاهرة على أرض الواقع. صحيح قد يرى البعض أن الأمر يحتاج إلى فترة زمنية، ولكن نرى أنه لا بد في التنفيذ أن ننظر إلى المواطن وأن تصل هذه الأشياء بصورة كبيرة، إن استقرار سياسي، استقرار أمني، ثم استقرار اقتصادي يتحقق إن شاء الله. نعم إن شاء الله، أشكرك. ونحن في المحور الاقتصادي نرجع نعود إن شاء الله نتكلم معك فيما يتعلق إلى أي مدى خطة الحكومة وفقا للموازنة التي أعدت، إلى أي مدى راعت الجوانب المختلفة خاصة في معاش الناس وما إلى ذلك في هذه التفاصيل التي وردت في وثيقة الحوار الوطني. أشكرك جدا دكتور محمد الناير. إذا نحن بذلك نرجو أن نكون قد أقلقنا هذا المحور حتى نستفيد من الوقت، ونسب إلى محور هو مرتبط كذلك بقضايا الحوار الوطني، وهو كتابة الدستور الدائم للسودان.
مشاهدي الأعزاء، إذا نتحول إلى هذا المحور وأتوجه مباشرة للأستاذ تاج الدين نيام الذي ابتدرنا معه هذا الحديث. أهل السودان يتطلعون منذ الاستقلال، منذ تشكيل الدولة الحديثة، إلى كتابة دستور دائم يتم التحاكم إليه، يكون هاديا يحترم إذا جاز لنا أن نقول مجازا، يصل إلى درجة القدسية عندنا مجازا، يعني نقدسه باعتبار أنه هو ما توافقنا إليه وفقا لمعتقداتنا، لمبادئنا، لما نعتقده. يعني دستور السودان الحالي المعدل لسنة 2005 هو الدستور الذي اعتمد بالأساس على دستور 1998، كذلك هو الدستور المعدل. دستور 2005 هو عدل بعد اتفاقية السلام الشامل. في أوراق كثيرة الآن تدار حول موضوع كتابة الدستور، وما الجهة التي تجيزه؟ هل الهيئة التشريعية القومية الحالية أم ننتظر الانتخابات وما إلى ذلك؟ لكن هنالك كما نتابع في الأخبار توافق من أحزاب الوحدة الوطنية وكذلك الأحزاب، مجلس الأحزاب السياسية المختلفة، مجالس المختلفة. رأيكم أنتم في حزب التحرير والعدالة في هذه القضية، كتابة الدستور الدائم؟ أعلق أنه إحنا لما نتكلم في قصور في تنفيذ المخرجات لا نتنصل نحن مسؤوليتنا كحزب أو كأفراد، لكن أيضا لابد من نقول هذه الحقائق حتى نستطيع أن نمشي نعبر لقدام، لأن هي واحدة من مشاكل السودان. أي حاجة حاولنا نبدله أو نحاول نخفيه ما يمشي لقدام. فهنالك بعض الإشكال، هذه الإشكال إحنا جزء منها وإحنا نتحمل مسؤوليتنا كشراكة، لكن لابد أن نقول على الملأ حتى يكونوا الغرض منه، لأن أي توبة بدأ بالاعتراف بالواقع الموجود. رؤيتك كانت واضحة. أنا أفتكر الدستور إحنا يعني عملنا حوالي 12 دستور في السودان في مراحل مختلفة، بدءا من يعني سنة 18 لما وجد باشا طلع الورقة الأولى لغاية ما الوثيقة الحالية. الدستور هو الوثيقة الأعلى في أي دولة واحدة، وهي الناس بتحكموا له. لذلك كان عقب الاستقلال مباشرة حقيقة واحدة من القصور الرواد الاستقلال كان يعملوا دستور للسودان. هذا الدستور تكون دستور دائم ودائم لله سبحانه وتعالى، لكن تكون دستور حاكم للناس. فشلت القوى السياسية وفشلنا جميعا حتى هذه اللحظة في التوافق والوصول إلى دستور دائم. لذلك أنا حقيقة لست في عجلة من الدستور، لأن حقيقة أي دستور لماذا جزئي فشلنا؟ لماذا فشلنا؟ لأن أي دستور جزئي ما مفيد. لماذا فشلنا قبل أن إحنا في الحوار الوطني وصينا على قيام دستور دائم للسودان، ونحن في حاجة حقيقية لأن نعمل على صناعة دستور. هذا الدستور تكون مقبول لنا جميعا كقوة سياسية كقوة مجتمعية، تكون حاكم بالنسبة لنا، وهي تكون دائمة بديمومة الدستور، ولا يتم دائم إذا كان ما شارك فيها كل القوى السياسية. لذلك أي استعجال في الوصول إلى دستور سريع بدون ما نعالج القضايا الأساسية تظل هي ناقصة، يعني ما بكون كاملة. قضايا الأساسية مثل ماذا؟ يعني القضايا الأساسية يعني أنه الآن لم تشارك قوى سياسية، في قوى سياسية في تحول كبير جدا بكلام اللي قاله الأخ الصديق ياسر عرمان، بأن والله هنا خلاص الآن القضايا بتاع حمل السلام ما مفيد، ده خطوة إيجابية جدا. الآن قوة النداء السودانية تحول من قوة حاملة للسلاح ومقاتلة إلى قوة سياسية، ونحن محتاجين نكمل استكمال ما تبقى من السلام إن شاء الله، إلحاق القوة السياسية الداخلية والخارجية. طيب كتابة الدستور يعني هل ينتظر الدستور أن يأتي الجميع حتى يكون هناك إجماعا شاملا؟ يعني لا، ولعله الإجماع الشامل لم يتحقق في الدنيا، يعني في أي تجربة سياسية. لكن برضه عملنا إجماع شامل في المخرجات الحوار الوطني، إجماع شامل عندنا من الذين شارك. عندنا مساحة. لا أنت لا تستطيع أن تعمل إجماعا كاملا، لكن برضه هنالك مساحة، هنالك بشريات، وهنالك يعني بعض النقاط الإيجابية اللي بيوحي أن هنالك فرصة حقيقية للإجماع. الدستور نص كالآتي: في الحوار قالت اللجنة تناقش قضايا الدستور في المرحلة الحالية، ويتم تكوين مجلس تأسيسي، جمعية تأسيسية، مع بعد 2020 يتم إجازة الدستور باللجنة المقبلة وليس بالمجلس الوطني الحالي، وتستفتى الشعب السوداني بعد الانتخابات. يعني بعد انتخابات 2020 أبريل 2020 ده اللي قالت بها مخرجات الحوار الوطني. الآن هنالك منطق جديد، وأنا أفتكر الناس حزبي بيشاركوا، أنا طبعا منقول رأي حزبي، رأي شخصي بيختلف. الناس حزبنا بيفتكروا أنه من خلال المنطقة اللي قال أنه والله يا جماعة لأول مرة يحصل مشاركة واسعة للمجلس الوطني، وهنالك أكثر من 64 حزب سياسي وقوة سياسية وحركات مسلحة تم تمثيل النازل في المجالس، في المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية. طيب المهم في الدستور أنه يكون دستور
مشاركة يعني. طيب حدثت عن اتساع المشاركة، لذلك المشاركة, المشاركة التشريعية نعم. شرط لأنها عشان كده بيقولوا يعني ما الذي يمنع لو الهيئة التشريعية نعم. القومية وصلت إلى انتخابات 2020 بدستور دائم؟ لذلك المنطق الجديد أنه والله يا جماعة لماذا لا نطرح إجازة دستور خلال المجلس الحالي الآن واحد موجودة، لكن دي قضية محتاجة لمشورة سياسية. أنا حقيقة دارين نقول المخرجات حوار وطني ده ما في قوة سياسية عنده حق اتخاذ قرار إلا بتوافق سياسي بتوافق. فلذلك ودي واحدة من القضايا اللي نقولها الآن لم نجري فيها الحوار والتوافق السياسي بصورة مطلوبة. ربما يتم تكوين لجنة إن شاء الله في المرحلة المقبلة، حزب التحرير والعدالة غيرها من القوى السياسية وتشارك في المشاركة ويحتاج إلى حقيقة إنعقاد جميع عمومية برضو لأنه ده مخرجات الحوار الوطني. لكن حزبنا لا يمانع في أن تجيز المجلس الوطني الحالي الدستور إذا تم توافق حوله من القوى السياسية المشاركة. من القوى السياسية المشاركة ورأي مختلف من هذا واضح. حزب الرأي. طيب أشكرك جدا دكتور نيام. إذا مشاهدي الأعزاء هذا فاصل قصير سنعود بعده لمواصلة الحديث حول هذا الموضوع الأساسي في المحور الثاني كتابة الدستور الدائم للسودان. سنعود بعده. أهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، وكذلك أرحب بضيوف الكرام في هذه الندوة استشراف المستقبل، هذه الندوة التي تقدمها لكم قناة الشروق وهي الندوة الثانية التي ترجت على تنظيمها. أتوجه مباشرة إلى الأستاذ محمد المعتصم حاكم عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وكنا نتحدث عن التوجه الآن لكتابة الدستور الدائم للسودان، وهنالك عصف ذهني وهنالك اتصالات بين سائر القوى السياسية المختلفة. استمعنا للسيد نيام في أن حزبهم حزب التحرير والعدالة هو مع التوجه في كتاب إجازة الدستور عبر الهيئة التشريعية القومية الحالية. باختصار يعني موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. طيب أنا برضو حعمل زي الأستاذ نيام في نقطتين مهمات مرة لا بد الإشارة لهم. الدكتورة تكلمت عن الإعلام نعم، وأنا أفتكر أنه إعلام الحوار الوطني ضعيف ما بالقدر المتوقع أو المتصور في أنه يصل لكل الولايات. في البرلمان أنشأنا حاجة اسمها برلمانيون لدعم الحوار الوطني، مشينا بورسودان، مشينا نهر النيل، مشينا الشمالية، خاطبنا المجالس التشريعية. أنا أفتكر المنهج ده يكون في صحافيون لدعم الحوار الوطني، أي شريحة من شرائح المجتمع لدعم الحوار الوطني ونشره في كافة التعامل الإعلامي. النقطة الثانية بيشتغلوا معهم والأخيرة اللي هي قبل الحديث عن الدستور اللي هي المشاركة في الحكومة بتاعت الوفاق الوطني. نعم أنا برضو بميل للمشاركة في الهم الوطني مش في الوزارات. يعني في قضايا أزمة الاقتصادية لابد كل القوى السياسية مع المخرجات بتاعت الاقتصاد إنها كلها تشارك في معالجة الأزمة الاقتصادية. نعم. ما بتبقى مشكلة المؤتمر الوطني. نعم. المسألة الثانية اللي هي متعلقة بالوجود المؤهل حسب مواصفات الوظيفة بالنسبة للقوى السياسية المشاركة. يعني لابد يكون في توصيف. نحن عايزين وزير للحاجة الفلانية، لابد أن نضع معايير عشان نجيب الوزير عنده القدرات والعنده الخبرات والعنده الأكاديميات اللي يقدر يعالج الملف. ولعل هذا ما تجهد إليه التجربة الأخيرة. طيب آي. موضوع الدستور. طيب موضوع الدستور عشان الزمن. أنا أفتكر أنه فرصة ذهبية. نعم. الآن يمر بها السودان. نعم. لابد من إجازة الدستور قبل الانتخابات. قبل 2020. قبل 2020 لابد. نعم. ليه؟ لأنه في أكثر من 60 سنة بتنعقد جمعية تأسيسية عشان تعمل دستور، تظل جمعية تأسيسية إلى أن تسقط ويسقط معها النظام وتأتي برضو بعد سنوات برضها في بدايات لإقرار دستور وفشلنا في أنه يكون عندنا دستور دائم. الآن عندنا فرصة ذهبية أنه يكون عندنا دستور دائم عشان على أقل الدستور الدائم لما نعمله قبل الانتخابات نسلمه للبرلمان القادم عشان نحكم السودان. هذا واضح. أشكرك جدا.
ونرجو أن نخرج من دائرة أن نختزل الدستور حتى الدستور نختزله في مادة واحدة. يعني كلها السودان تقريبا أو الغلب الغالب يهتمون فقط بجانب المشاركة السياسية ويهملون الجوانب المختلفة من أبواب الدستور، وهذا لا يوجد في كثير جدا من دول العالم، يعني خاصة في الديمقراطيات الراسخة التي بها فقط حزبين، يعني بينما نحن لا نزال نسجل الأحزاب زيادة وعندنا أكثر من 90. سيد عصمت، فيما يتعلق بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني انتهينا من هذا الجانب، عرفنا موقفكم فيه، ولكن في موضوع كتابة الدستور ما الذي يتجه إليه حزب البيجة؟ نعم، قضية الدستور طبعا من القضايا المهمة يمكن اللي بتأرق كل أهل السودان، لأنه موضوع لكل الناس. نحن أعتقد أنه من أهم نقطة في الدستور أنه كيف نحن نصل بإجماع عريض وسيع ومشاركة واسعة لدستور نقدر كلنا نحترمه ويكون نحن ملزمين في تنفيذه. وده ما بيجي إلا يكون الدستور ده يعني يغيد القوانين ولا تغيده، دي واحدة من الأشياء اللي افترض الناس. صناعة الدستور نحن ما مستعجلين فيها، نشوف أنه التأني فيها مطلوب، لأنه القضية حتى لو كان يعني بعد الدولة الحديثة في السودان الوطنية يمكن فيه زي 8 دساتير، نحن نشوف أنه ما في عجلة من أمرنا عشان نحن نصل برضو لدستور، لأنه في ناس يقولوا الدستور الدائم، في ناس يقولوا الدستور الثابت، في ناس يقولوا الدستور التمهيدي ما قبل الدائم أو ما قبل الثابت، لأنه لسه في بعض الناس هم ما جزء من الحوار. قوة سياسية يعني تقصد ولا يعني طروحات؟ كل القوة السياسية، أنا ما أقصد القوة السياسية بس. نحن ما سمعنا بطروحات فيها. يعني الدستور ثابت ودستور متحرك. يعني الآن سمعنا حوار في إنه في حوار الآن بين سائر القوى السياسية المختلفة. في ناس بيقولوا إنه الدستور ده يكون دائم. أي نعم. ده موجود معنا في الحوار. زي ما ذكر أخونا تاج الدين. المسألة الثانية في ناس بيقولوا لا يكون ثابت يعني مفردة. نحن ما نخش في المسألة دي يعني. هو ثابت ما دائم. يعني. فأنا بقول إنه إذا كان نحن حتى الآن في المسألة بتاعت عندنا بعض وجهات النظر في تباين وجهات النظر. نعم. يعني أنتم مع إنه يجاز الآن إذا كان حصل أيوة توافق مع أشارة أستاذ تاج الدين نيام، إذا حصل توافق عليه ممكن أن يجاز عبر الهيئة. أي ما ذكر طبعا في مادة في الحوار، إذا كانت المادة دي مثلا الناس قدرت يعني تعالج أمرها عن طريق الجمعية العمومية بتاعت الحوار، وفي إجماع في إنه المجلس الموجود حاليا أو الهيئة التشريعية القومية الموجودة الآن تجيزه، أنا أفتكر ما في مشكلة. نعم. إذا برضو الناس ما وصلت لاتفاق في دي، عموما نحن في حزب مؤتمر البيجا نعم يهمنا إنه يكون في توافق. طيب. في كل المراحل بتاعتي مع التوافق وهو منهج الحوار. أيوة، مش يعني ما موضوع بتاع توافق بس، لأنه من خلال التجربة. نعم. من خلال ليه مثلا الحكومات دي كلها ما قدرت تعمل دستور دائم؟ أكيد عندها ظروف كانت. أكيد في ناس ما كانوا موجودين. فنحن دايرين يعني بقدر الإمكان. الآن صح الحكومة الآن هي فيها إجماع كبير، فيها مشاركة كبيرة، لكن ده ما يعني إنه برضو إحنا في قضية الدستور بالذات نسمع رأي الآخرين. نعم. نسمع طيب مشاركتهم كده يعني. أشكرك جدا. طيب أتوجه من جديد الأستاذ حامد ممتاز رئيس القطاع التنظيمي المؤتمر الوطني وزير ديوان الحكم الاتحادي. نعم، كتابة الدستور أستاذ حامد يدور حولها نقاش مستفيض. السودانيين في 98 قدموا تجربة توقفوا فقط في فصل أو جزء من فصل متعلق بموضوع التوالي السياسي حينما نذكر في ذلك الوقت. يعني لما نختزل نحن في تجاربنا في السودانية نختزل الموضوع كله في شكل الممارسة السياسية؟ الدستور بقى حالة سياسية في السودان منذ بدايات الحكم الوطني. الدستور بقى دستور في السودان. بقى دستور. لا بد الخروج من هذه الحالة إلى حالة أفضل. طالما خرجنا من النزاعات والصراع على السلطة في الحوار الوطني حق نخرج من هذه الحالة. نحن قبل شوي بنغير في الحوار الوطني ده فيه قصور في تنفيذ المخرجات. طيب خلينا أسأل سؤال لكل القوى السياسية أخواننا الموجودين الآن. إذا نحن أهم وثيقة سياسية هي وثيقة دستور السودان في الحوار الوطني، إذا نحن أخرناها لحد 2020 أو بعد 2020 هذا قصور، هذا نسف للحوار الوطني وضرب لكل المخرجات، لأن القضية الرئيسية هي الدستور. بغض النظر عن اسمه دستور دائم دستور ثابت، لكن هذا عقد اجتماعي ينظم العلاقات بيناتنا احنا قوة سياسية وقوة مجتمعية اللي هي الوثيقة اللي اسمها الدستور دي. فنحن انا اعتقد انه في 90 حزب صنعت الحوار الوطني ووقعت على الوثيقة الوطنية،
وصنعت هذا التحول السياسي والانتقال الكبير. ما بيحق لها شرف إنها هي تعمل الدستور الآن؟ دي القضية الرئيسية. طيب إحنا أجلنا الدستور ده عشان يجاز في 2020 أو بعد 2020 في برلمان منتخب أو جمعية تأسيسية سميها. جو في حيجو كم 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 حزب في البرلمان الجاي؟ الآن نحن عندنا 46 حزب سياسي موجودة في هذا البرلمان. إذا أجلنا إجازة الدستور ده لجمعية تأسيسية جاي ربما لا يتأتى هذا التوافق السياسي. طالما في توافق الآن والقوة صناعة الحوار موجودة وشقات البرلمان حالة موجودة، أفضل أن نصنع هذا الدستور في هذه الفترة الزمنية لهذا الدستور يكون عليه إجماع سياسي وإفاق وطني، ثم من بعده يعرض على الشعب لإجازة عبر استفتاء عام. طيب هذا هو المنطق الذي صاحب عملية كتابة الدستور في هذه المرحلة. ده أقول حاجة، مقاصد الحوار الكلية إنه نحن نصنع استقرار سياسي وحالة بتاع التوافق على قضايا الوطن ومشروع وطني. عنوان كل هذه القضايا هو دستور السودان. فإن باب أولى إذا الدول بتعمل اتفاقيات لما تراعي مصلحتها في تنفيذ البنود في بند معين داير تعديل بدأ بشي تعدله. نحن عندنا الآن توصيات حوار وطني، النصوص ما مقدسة، القدسية للمصالح بياناتها بتاعت الشعب. نحن من باب هين جدا، من باب سهل جدا، نحن نقعد نقول يا أخوان النص اللي بيقول يجاز الدستور يجاز ولا يكتب يجاز في 2020 ممكن نعدلها إذا اتفقنا بالتوافق السياسي. نعم. المطلوب عشان نعمل مصلحتنا في كتابة الدستور الدائم الآن. ثم من بعد أخواننا المشروعات الكبيرة الوطنية لا تنتظر مزاج وأهواء آخرين. الآن الدعوة لكتابة الدستور دي من الليلة لحد 2020 لكل الشعب السوداني بما فيه الأحزاب السياسية وحتى الخارج السودان ما يزال عندهم مواقف. نعم. من هذه القضايا هم مدعوين للمشاركة في إعداد دستور السودان. ولعل القضايا المختلف عليها حول الدستور ما كثيرة. ما كثيرة، عندنا تجارب دستورية سرة جدا في السودان. ونحن في 98 توافقنا نفس الدستور 98 كتب في 2005 عليه إجماع وطني كامل. فهذه التجارب يمكن أن تستفاد منها في كتابة الدستور للسودان في المرحلة الجاية وتشرك كل القوى السياسية. أين وصلت الحوار حول هذه القضية مع القوى السياسية المختلفة؟ اللجنة التنسيقية العليا هي المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ناقشت هذه القضية. ولأنه يا إخوان هذا الدستور ليس مسؤولية سياسية فقط، مسؤولية مجتمعية. تمت الدعوة لأن تنشأ لجنة قومية لكتابة دستور السودان. هذه اللجنة تشكل من قطاعات المجتمع كلها بما فيها القوى السياسية، وطلب من القوى السياسية الأحزاب إنه أي حزب يمثل بثلاث أعضاء في اللجنة القومية. نعم. لكتابة دستور السودان عشان يكون في إجماع على هذا. طيب. الدستور، ثم من بعد يعرض على اللجنة الفنية الخاصة بالسياقة، ثم يعرض على البرلمان، ثم يعرض على الشعب في استفتاء. طيب أشكرك جدا، نستفيد من الوقت سريعا نمضي إلى الدكتورة نهى. دكتورة نهى حسب الرسول، دكتورة نهى أنت تابعتي هذا الاسترسال فيما يتعلق بموضوع كتابة الدستور الدائم، نأخذ رأيك كده بسرعة ونشكر جدا على الصبر معنا. نعم. أنا والله سعيدة جدا بالمداخلات، ويمكن في معلومات أول مرة أعرفها. وإذا كنت أنا يعني أكاديمية وفي معلومات جديدة بنحتاج أنه تكون الدائرة أوسع، وأنا بتفق مع سعادة الوزير في كل ما قاله في أنه الدستور مهم جدا، لأنه نحن هسي يعني كأننا نحن ماشيين مع موجة كده ما عندها حد. فأنا أفتكر التنوع الكبير في الأفكار وفي القضايا وفي المعتقدات وفي القيم وفي العادات وفي التقاليد بحسم الدستور. نعم. ومهم جدا إنه نصل لنقطة أساسية متفق عليها، إذا في 46 حزب زي ما قال السيد الوزير موجودة داخل المجلس الوطني أنا أفتكر إنه ده السودان. نعم. وبهذه الكيفية يكون الدستور هو واحد من أهم عناصر النظام الديمقراطي، والمشاركة السياسية النيابية الموجودة الآن في المجلس الوطني هي مشاركة في بكل أطياف السياسة وكل أطياف السودان المختلفة من الديانات من غيره ومن غيره. أنا أفتكر أنه في مساحة واسعة جدا الآن تمت في الحوار الوطني، ويعني هلم لأنه يكون الدستور موجود الآن إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. أشكرك يا دكتور نهى حسب الرسول عميد كلية علوم الاتصال بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وأرحب جدا بالأستاذ مالك طه رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية، والذي كان مشاركا معنا في كثير جدا من الحلقات التي أثرناها حول هذه الموضوعات المختلفة في بلادنا. أستاذ مالك أهلا بك، تابعت معنا هذه الجزئية فيما يتعلق بالتوجه لكتابة الدستور
ونحن تحدثنا عن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني قبلها، لكن أهمية أن يحدث توافق بين مختلف القوى السياسية، مثل ما أنه حدث توافق بيننا في التوصل إلى وثيقة الحوار الوطني التي نحن نستفيد الآن ونجني ثمارها في سائر ولايات السودان يعني، وكذلك مركزيا كتابة الدستور، أهمية هذا الأمر والتوافق عليه. أهلا وسهلا. أنا يعني عاوز أدخل مدخل أدبي أو فلسفي، أقول إنه الدستور حقه يكتبنا مش نحن نكتبه، حقه يكتبنا بمعنى إنه أي سوداني أو كل القوى السياسية تكون ممثلة فيه، هو مرآة للسودان كله، وبهذه القاعدة نحن نحتاج إلى أكبر عملية توافق ممكنة حول الدستور، لأنه التجارب السودان السياسية دلت على أنه كتابة الدستور سهلة وإجازة الدستور سهلة. يعني الآن مجموعة ما هو صعب إذن؟ إذا نحن من دولة السودان الحديثة ما تمكننا من إجازة دستور دائم، ما صعب؟ نحن كتبنا دساتير كثيرة يعني، لكنها مؤقتة كلها، وهو هي مؤقتة بحكم الممارسة، لكن كان بيتكلم عن أنها دائمة. أنا أفتكر أنه والأسئلة دي أنا أفتكر في الستينات سئلت، وفي السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات، وما زال الآن موضوع مطروح للنقاش. القضية بتاعت أنه صحيح الآن المسؤولية بتاعت إجازة الدستور مهمة، وأنا مع أنه الآن في روح بتاع التوافق ممكن أن تجد الدستور، لكن برضو حقه نطمع سياسيا زيادة في أنه اللجان المكونة من المؤتمر الوطني للحوار أنها تدي مزيد من الزخم ومزيد من المشاركة لموضوع الدستور نفسه. كتابته سهلة، لكن التوافق حوله وتبنيه والعمل بمقتضاه، وده أنا أفتكر هذا الموضوع الصعب في الفترة الماضية. في نقطة صغيرة بس أنا لو سمحت لي يعني أضيفها. الدستور لأنه إحنا قلنا مفروض يكتبنا، أنا أفتكر إنه يجب أن لا يختطف من أي جهة من الجهات، كل جهة تحاول تسهم فيه وتكتبه وتشارك في إجازته، وبالتالي بيكون صالح العمل به لمدة طويلة. من هنا تأتي صفة الديمومة والثبات، لأنه إخراج مجموعة من الدستور وكتابته طوالي بتكون ما معترفة به، وتاني نبحث عن دستور جديد وهكذا. نعم. وما بنخرج من الدائرة الخبيثة. أنا قرأت مقال في أذكر جدا في 98، مقال نشره المرحوم عبد العزيز شدو حول موضوع كتابة الدستور، كان يدور جدل حول نفس هذه الموضوعات، فكتب مقال نشر في إحدى الصحف السودانية، أذكر المقال جدا، قال إنه مفروض القوى السياسية السودانية تبتعد عن كتابة الدستور. الدستور بالخط العريض لا يكتبه السياسيون، وإنما يكتبه القانونيون والدستوريون، والدستور أصلا يعتمد على ماذا؟ على مبادئ ومعتقدات هذه الأمة. فهو كأنما اتجه إلى أنه الخلافات السياسية ووجهات النظر من القوى السياسية المختلفة هي التي تعطل التوصل لكتابة الدستور، بينما في النهاية هي صياغات دستورية وقانونية لا يكتبه السياسيون، لأن السياسيين ما متخصصين في القانون. نعم. عشان كده أنا قلت لك الدستور هو مفروض يكتبنا، والخلاف في العمل السياسي أنا أفتكر أنه أمر طبيعي، لكن إدارة الخلاف، كيفية إدارة الخلاف، كيفية يعني كتابة نصوص تستوعب الخلاف ده وتخلي القوى السياسية تعمل من خلال الدستور نصوص فضفاضة واسعة كل شخص يجد هو موضوع تخصص في النهاية، ما موضوع سياسة. لا أنا حق مفرق بين الكتابة الفنية اللي بيكتبوها القانونيين وروح النظرات اللي بتسمح لأي حزب يكون موجود ويمارس العمل السياسي. أنا الآن في الفترة من 1989 لحد الآن دستورين أو ثلاثة تقريبا، وبالمناسبة دستور 98 حسب ما سمعت وقرأت وإنه من أفضل الدساتير، هو طبعا صحيح في تحته الحريات وبسطه له وكذا. صحيح الناس وقفت في مصطلح، أنا أفتكر أن المصطلح ده هو كان القشة التي قصم زهر البعير، لأن الناس شموا فيه ريحة أيديولوجية توالس وما مفهوم كان. نعم. كان فيه مساحات واسعة جدا، والبعض أشار إلى أنه دستور 2005 بعض القانونيين يعني ضيق على دستور 98 فعلا، وأحيانا لذلك الرؤية الضيقة مرات بتاعت الأيديولوجية 98 الناس بتكلم عنه هو الدستور ممتاز في بسط الحريات ومراعاته وكذا. نعم. لكن الجو السياسي أيضا الذي أجيز فيه أنا أفتكر أنه برضو صادر. طيب. جمال الدستور 98 يعني أشكرك والله، كان فيه قوة سياسية كبيرة برا الإطار ما حضرته، لكن كتب يعني باللغة ممتازة وفيه معاني كويسة، لكن طبعا لأنه برضو ما حصل حوله توافق اللي نتكلم عنه في البداية. نعم. هو اللي خلى الدستور 98 يكون حاجة. أشكرك. أنا طبعا خلي وقتي ضيق جدا، عندي 10 دقائق فقط، ده نمشي للمحور المهم جدا ولعله هو يشكل اهتمام الآن واسعا عند الرأي العام السوداني، وكذلك هو هم
يعني للجميع، يقلق الجميع. أبدأ من حيث أهل التخصص دكتور محمد الناير. خلاص نسيبك من الدستور يا دكتور، نتحدث مباشرة في الواقع الاقتصادي، الحلول التي نراها في الأفق، ما هي هذه الحلول حتى نستطيع أن نعالج موضوع التضخم، حتى نستطيع أن نعالج كذلك سعر الصرف، حتى نستطيع أن نعالج علاقتنا مع المؤسسات المالية الدولية، ويستطيع السودان أن يمارس عمل اقتصادي طبيعي في التواصل مع فرص التمويل المختلفة. نعم. طيب اختصارا للزمن، يعني لا نحدث عن الوضع الراهن أو الواقع أو الإشكالات أو التعقيدات أو التحديات، بل ننظر للمستقبل. حين ننظر للمستقبل نحن نريد أن نجد آذانا صاغية من قبل الجهازين التنفيذي والتشريعي. نقول مسألة بصراحة، نحن كخبراء ننصح كثيرا، وسأقدم في فترة زمنية مختصرة جدا خارطة الطريق كاملة في أقل من 3 دقائق أو 4 دقائق. نعم. لمعالجة قضايا الاقتصاد السوداني بسهولة ويسر، وهي وليس كما ذكر يعني المسؤولين أنه أي شخص يعني يرى أنه هناك معالجات معناها بيخدع نفسنا. نقولها صراحة، واحد، أنت محتاج مسارين، مسار في المدى المتوسط والبعيد لابد أن يعمل من الآن، ومسار آخر في المدى القصير لهيئ المناخ للمدى المتوسط والبعيد أن يعمل بكفاءة عالية. المدى المتوسط والبعيد يعتمد على الإنتاج والإنتاجية، ويعتمد على منظومة متكاملة تعلى فيها مسؤولية المحاسبة والمحاسبة الشديدة. مع الأخ حامد ممتاز، هو جزء من الجهاز التنفيذي، أنا أرى أنه يعني من غير المعقول أن تقدم خطة أو موازنة بمؤشرات ثم يحدث فيها انحرافات رهيبة جدا وكبيرة جدا، ثم تأتي تقارير الأداء ثم تجاز من الجهاز التنفيذي وتجاز من الجهاز التشريعي. انحرافات مثل ماذا؟ نعيد ندي مثال، يعني على سبيل المثال في 2015 مثلا، نرجع لورا شوية، العجز في الميزان التجاري المستهدف والمجاز في الموازنة من الجهاز التنفيذي والتشريعي كان 628 مليون دولار. الأكشوال في نهاية العام والفعلي كان 6.2 مليار دولار. طبعا النماذج كثيرة. الإفراط في الكتلة النقدية 2017 من 18% مستهدف ل 45% في المسألة ذاتها، عشان يحصل انفليشن وتضخم كبير جدا بسبب الإفراط في الكتلة النقدية. دي نماذج ما عايزين نرجع لها للوراء. طيب. احنا بنتكلم من الآن وصاعدا. طيب. نتحدث عن انه لو عندي منظومة زراعية، جهة مسؤولة من توفير السماد، مسؤولة من توفير البذور، مسؤولة من تجهيز الأرض، مسؤولة من إعطاء التمويل في الوقت المناسب، مسؤولة من إعداد موية ما يكون مستهدف 10 مليون فدان مروي، وجدت لفت للجهة المسؤولة من المياه ألقى الموفر لخمسة مليون فدان فقط وعندي 5 مليون إشكال. طيب. لنقتصر نقول المدى المتوسط والبعيد أنت مع تكثيف الإنتاج. الإنتاج والإنتاجية والانتقال للاقتصاد القائم على المعرفة في هذا الأمر، وإضافة قيمة مضافة لكل المنتجات السودانية، ده المتوسط والبعيد، ولكن لن يعمل الآن ما لم يحدث استقرار في الاقتصاد السوداني حتى تنتج بتكلفة قليلة وبتكلفة مناسبة، حتى المسار ده تقدر تجني ثماره في استقرار بأي مسار. تقصد استقرار بأي المسار في المدى القصير، وده الأهم الآن، لأنه طبعا المواطن السوداني يحتاج إلى حلول عاجلة. الآن مشكلة الاقتصاد السوداني تضخم وسعر صرف، نقولها بصراحة. نعم. وقضية الإنتاج والإنتاجية والمسار المتوسط والبعيد هو الحل المستدام، ولكن لن يلحق هذا الأمر. إذن الحلول القصيرة، إحنا تكلمنا مرارا وتكرارا، ولعل في حلقات سابقة أخي معون في هنا معك في برنامج، إحنا نتكلم عن المغتربين، ما تم من إعلانه عن مثلا تمويل عقاري وغيره من الأشياء، هذا غير جاذب. المغتربين دين حاجة واحدة، منح وإعفاء جمركي للسيارة مقابل تحويل مبلغ النقد الأجنبي، حتى وإن تعذر بعض الدول. استمعنا لحوافز كثيرة جدا من البنك المركزي ومن غيره، لا توجد حوافز. معلن عنه الآن هو منح التمويل المصرفي للمغتربين، وهناك حديث عن حزمة حوافز لم يعلن عنها بعد. طيب. هذا نكسب زمننا. واحد، إعفاء جمركي للسيارة حتى يستطيع، وحتى لو بيت في إشكالات في التحولات المصرفية التي رغم رفع الحظر الخاصة الأمريكي. دكتور محمد، نحن نسيب موضوع الشرائح المحددة، أنت أشرت إلى أنه حلول على المدى القصير. هي ليس الشريحة. ما هي الحلول؟ هي ليس الشريحة. أنت لديك إشكال في الميزان التجاري يقدر بخمسة مليار، هي ليس الشريحة. معالجة الخمسة مليار دولار دي تعالج قضايا سعر الصرف واستغراق سعر الصرف للعملة الوطنية، تؤثر في معدل التضخم إلى حين الإنتاج والإنتاجية. يعني أنت عايز تسد عجز الموازنة. هي ليس الشريحة. عجز الموازنة. هي وين وين. أنت عايز عايز تدي ميزة للمغترب وحافز حتى تجذب تحويلاته عبر القنوات الرسمية. هذا هو الهدف الأساسي. نعم. هي قضية لمعالجة الاقتصاد الكلي. اثنين، قلنا إنشاء بورصة الذهب والمعادن، هذا المشروع المدروس الجاز الذي ينهي تهريب الذهب تماما دون جهد أمني أو غيره، إنشاء بالتحفيز والترغيب
والعودة إلى الداخل لبورصة فيها سعر عالمي. ثلاثة ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة فعلية. أربعة القضاء على الفساد. وحديث الرئيس في البرلمان فتح شهيه الكثيرين للتحدث في هذا الامر، لابد ان يكون هناك برنامج سريع جدا لهذا الامر. خمسه الانتقال لمنظومه الدفع الالكتروني، تفعيل مبدا المحاسبه وفقا لاليه المفوضيه الفساد، اليه المفوضيه. خمسه الانتقال لمنظومه الدفع الالكتروني اللي بتجعل تداول الاموال داخل المصارف تتم من حساب شخصي. طيب لشخص الأفق اخر. الافق 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 المستقبلي، انا افتكر لو تم تنفيذ المساله في المدى القصير بتعالي استغراق سعر الصرف وقضية انخفاض معدل التضخم بصورة نسبية، تهيئ على الأقل تجعل المواطن يستقر في المدى القصير. طيب. وتهيئ المناخ للإنتاج والإنتاجية حتى تعمل بدون تكاليف عالية. علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية، أفتكر علاقات مهمة جدا. السودان الآن طبعا قضية مؤسسات بريتون وودز والصندوق النقد والبنك الدوليين، حتى الآن لا أمل في المدى القصير، لا أمل يمكن في المدى المتوسط والبعيد إلا بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، وهناك حديث في هذا الاتجاه. ربما بنهاية العام الحالي ومطلع العام القادم يتم هذا الأمر والاستفادة من هذه المؤسسات التي تمنح قروض ميسرة وبشروط ميسرة بصورة كبيرة. ولكن الآن الاتجاه هناك دول كثيرة جدا مانحة رفعت عنا الساكشنز يا دكتور العقوبات. طيب بعد رفع الحظر الاقتصادي الامريكي عن السودان، انا في اعتقادي حتى الان رفع الحظر الان في اطار نظري ولم يطبق على ارض الواقع، والدليل على ذلك لماذا هناك قصور من جانبنا. السودان يمتلك الان خطاب من مكتب مراقبه الاصول الاجنبيه في وزاره الخزانه الامريكيه الوفاك حسب تصريح وزير الماليه، يمتلك خطاب بانه البنوك السودانيه تتعامل مع كافه البنوك العالميه دون استثناء. طيب معك هذا الخطاب، لماذا لا نتحرك نحو كل الدول الصديقة والشغيرة؟ ما الذي يمنع البنوك المركزية في هذه الدول أن توجه كافة المصارف لانسياب التحولات المصرفية للسودان؟ طيب. إذن هذه نقطة التحول الكبيرة حتى يصبح رفع الحظر الاقتصادي واقع ملموس. شكرا. طيب ماذا لنته؟ الجانب الاقتصادي يحتاج إلى ندوة لحاله يعني، ولكن أنا سريع أوزع فرص بسرعة. نعم أستاذ نيام، تابعت الموضوع الإصلاح الاقتصادي وكذلك ما تفضل به الدكتور الناير، الحلول أعتقد تفضيل القضية الاقتصادية قضية مهمة جدا، لأنه حقيقة المقال كلام السودان أنه البطن شعلات الكوريين وليس الكوريين شعلات البطنية مهمة جدا. المهم في الأمر أنه الاقتصاد ما تدار بالقرارات، الاقتصاد تدار بعملية بسياسات واسعة. وأنا أفتكر حقيقة برضو بيعتمد كغيرها من أي عمل، أي وزارة، أي مؤسسة، أي بيت، أي دولة، بيعتمد على الزول الأول وطريقته وفهمه وطريقته. يعني هي زي القاطرة اللي تجر عدد من القاطرات. لذلك أنا في تقديرنا إحنا كحزب رؤيتنا أنه يعني الاتجاه الماشين الآن كانت حبس القروش، ويعني هي الآن في ضائقة. أنت 1000 جنيه ما بدك في آخر لحظة، ما أنا ما بدل بدو قروش للبنك بتاعه، يبقى تخلق أزمة. ده قرارات ما مفيدة حقيقة، نحتاج لقوة سياسية. لذلك كنا نتمنى أن تدعى القوة السياسية للمشاركة في مناقشة القضية الاقتصادية بصورة أوسع، زي ما نناقش في الدستور، زي ما نناقش في القضايا السياسية، حتى نطلع من هذا المقر. في موضوع الحوار الوطني القوة السياسية يعني بعض القوى تمت مطالبتها بأنها تقدم طروح اقتصادية. لم تقدم معظم القوى السياسية أي طروح اقتصادية. لا، إحنا طبعا كوننا لجنة اقتصادية برئاسة وزير الدولة رئيس الجمهورية وهو وزير الاقتصادي، قدمنا رؤية مكتوبة ورؤيتنا واضحة. لكن في النهاية إحنا محتاجين أن نعي إحنا في ظروف الأزمة نجيب مع بعض. يعني احنا ما عايزين نستغل ازمه الوقود وغيرها. احنا كحزب تحرير وعداله نفتكر انه في ظروف الازمه احنا ندعم الحكومه الموجوده، نعمل مع بعض، ولكن ايضا لابد من من نعم. من توجيه أشكر. اهميه ايجاد أشكر. سياسات وليس قرارات في تنفيذ موضوع الاقتصاد. اشكرك. طيب استاذ حامد ممتاز وزير الديوان الحكومه الاتحاد، نعم تفضل. انا بزر اذكر يا اخواني القوى السياسيه قالت كلمه الفصل في الاقتصاد في الحوار الوطني. 654 توصية كتبت القوى السياسية في هذا المجال. إذا القوى السياسية الأحزاب حركات كلها شاركت في وضع الأطر الكلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية. إذا تاني ما في عذر أصلا. ميزانية 2018 مرجعية الرئيسية هي توصيات الحوار الوطني. لكن خلينا أمشي في نفس الاتجاه. يعني خلنا الكلام قلناه في البداية، الارتباك والأزمات السياسية وعدم الاستقرار كله انعكس على الاقتصاد. اقتصاد يعاني من أزمات منذ بدايات الحكم الوطني بسبب الصراعات على السلطة والحرب اللي كانت مستمرة سنوات طويلة جدا، انفصال جنوب السودان وذهاب عائدة النفط، الحصار الدولي على السودان طيلة 20 عام، الحصار المالي المباشر. السودان الآن يعاني من عدم إعفاء الديون لأنه هو مستحق إعفاء الديون. دي كلها قضايا رئيسية تراكمت على الاقتصاد. نمرة 2، الاقتصاد يا أخوان اقتصاد مدعوم ومعروف في الدنيا كلها، أي اقتصاد مدعوم بدعم السلع المباشر
يؤثر على هيكلة الاقتصاد السوداني. أنا ما خبير في الاقتصاد زي ما قالك محمد النهير، لكن دي قضايا كلها صعوبات تواجه اقتصادنا الوطني الآن. الحل الموجود الآن يا إخوان نحن الافتتاح الدولي على في إعفاء قضية الديون، ثم الخروج من الحصار اللي ما زال موجود في قضايا البنوك، ودي يا إخوان قضية الخطاب نشيله بشبه المؤسسات غير عملية، وهي أصلا مفترض ما تحصل، لأنه زمان لما فرض علينا الحصار هذه المؤسسات نفسها استجابت لتوجيه الأوفاك. الآن رغم الكلام ده برضو الخطاب اللي قاله محمد ده بشر كثير من المؤسسات، لكن لم تستجيب حتى هذه اللحظة. قضايا كثيرة جدا، إقبال المستثمر الأجنبي على المؤسسات المالية المالية والبنوك في التعامل مع السودان. الاستثمار الأجنبي نفسه يحتاج إلى بيئة مناسبة فيها استقرار سياسي. مواقف سياسية برأيك هذا الرفض وهذا التمنع؟ بالتأكيد طبعا، ما بقى نفسي ما بني الحصار نفسه بني على قضية سياسية أصلا يعني. الآن نحتاج إلى استثمار أجنبي في السودان، نحتاج إلى شراكات في مشروعات قومية، نحتاج إلى تنمية، نحتاج إلى إنتاج داخلي، ودي حقه يكون فيه استنفار لكل طاقات المجتمع نحو زيادة الإنتاج والإنتاجية اللي هي الحل الأمثل. ما يجري الآن من إجراءات استثنائية أخواننا هو ليست قرارات، هي إجراءات استثنائية لمعالجة أزمات عارضة في الاقتصاد. عندما يستقر الوضع الاقتصادي تزول الأسباب والإجراءات الاستثنائية ونتجه نحو صناعة سياسات كلية. الرؤية الكلية تأثير الملف الخارجي أستاذ حامد، تأثير الملف الخارجي على الواقع الاقتصادي، تأثير كبير علاقات السودان، تأثير كبير يعني. هذا ما أشار إليه في ختام حديثي وزير المالية حينما تحدث في المجلس الوطني، لن ينصلح حال الاقتصاد السوداني ما لم تنصلح العلاقات الدولية خاصة مع المؤسسات المالية الدولية. بالتأكيد، لأنه انعكاس مباشر قلت لك قبل إعفاء الديون قضية رئيسية، رفع السودان عن قائمة دول الراعي للإرهاب لدخول المستثمر الأجنبي عشان يستثمر في السودان قضية كبيرة جدا. المعاملات البنكية من الصناديق المانحة والصناديق الاقتراض للسودان، المشاركة في مشروعات التنمية المؤسسات الدولية، دي كلها تنعكس على الاقتصاد السوداني. ثم التعامل البنكي، الآن عندنا مشاكل حتى في التحويلات، فبالتالي هناك أزمات تواجه الاقتصاد تحل خطواتها بالإنتاج الداخلي ثم الانفتاح على العالم والاستثمار داخل السودان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني أنا أعتذر لضيوفي الكرام عن الـ عن الـ عن التواصل في هذه المحاور، لم تنتهي نقاط النقاش المختلفة، ولكن انتهى الوقت ونحن سهرنا بضيوفنا في هذه الندوة. موضوع الاقتصاد موضوع يحتاج إلى وقت أطول، يحتاج إلى ندوة، ونحن إن شاء الله على استعداد لفتح مزيد من الدعوات، طالما إنه ندوتنا تكرمت علينا إدارة قناة الشروق بأن تكون هي ندوة شهرية تناقش معظم هذه القضايا المختلفة التي تشكل مسار اهتمام في بلادنا وتشكل هموم لكل أهل السودان بكل تأكيد. هي منابر نحن نتيحها لعصف ذهني يكتب لنا أو يرسم لنا مسار الحلول في اقتصادنا، ونحن نسعد جدا بأن نستمع إلى كافة الآراء من السياسيين، من الخبراء، من المختصين، من الأكاديميين، من الإعلاميين. أشكر جدا ضيوفي الكرام الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي ورئيس قطاع الاتصال ورئيس كذلك الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني، كما أشكر الأستاذ محمد المعتصم حاكم على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أشكر كذلك الأستاذ تاج الدين بشير نيام هو مسؤول الإعلام في حزب التحرير والعدالة، كما أشكر كذلك عصمت علي إبراهيم هو من حزب المؤتمر البيجا، أشكر جدا على حضور المشاركة معنا، كما أشكر الدكتور محمد ناير الخبير الاقتصادي على مشاركته، أشكر كذلك الدكتورة نهى حسب الرسول عميد كلية العلوم الاتصال بجامعة السودان، كما أشكر جدا ضيفنا الذي شارك معنا مشاركة واحدة وصلنا مشاركا، نشكره جدا أستاذ مالك طه رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية. مشاهدي الأعزاء، أشكر لكم طيب المتابعة في هذه الندوة استشراف المستقبل التي قدمناها لكم بمناسبة هذا العيد. أشكر ضيوفنا الذين أثروا معنا النقاش حول هذه الموضوعات، ونأمل المستقبل زاهرا لبلادنا في المجالات كافة إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير. لكم تحية الفريق العامل الذي كان معنا من قناة الشروق وقام معنا بتسجيل هذه الندوة. تحياتي مأمون عثمان رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.